الرئيس بالنسبة لي. بدي ما أكون حدا لطيف. الفنان السوري باسم ياخور أحدث جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعد أن أدلى بتصريحات مفاجئة حول النظام السوري والفنانين المعارضين، فماذا قال وما حقيقة علاقته بماهر الأسد؟ خلال برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد اللبنانية، أطلق الفنان السوري باسم ياخور تصريحات مثيرة للجدل بخصوص النظام السوري، فياخور أكد على دعمه الشديد للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد، مشيراً إلى أنه يدافع عن النظام لأنه مقتنع بدوره في البلاد وليس بسبب مصالحه الشخصية كما يدعي آخرون. وحول موقف الفنانين السوريين المعارضين للنظام السوري، فقال ياخور إنه لا مانع لديه من العمل معهم طالما أنهم لا يخوضون أي حديث يتعلق بسياسة سوريا، حيث أشار إلى أنه سبق وعمل مع نجوم كبار معارضين للأسد كجمال سليمان ومكسيم خليل، موضحا أنه قبل أي عمل معهم كان يشدد في البداية على عدم الحديث عن بشار الأسد والنظام، حيث يعتبرهم ياخور خطاً أحمر بحسب تعبيره. ياخور أكد على أنه لا يقبل أبداً أي حديث يتعلق بشخص الرئيس الأسد والجيش السوري، حيث أوضح أن أي حديث عنهم يجعله يتوتر وينزعج بحسب تصريحه. وحول موقف الفنان السوري من أصالة نصري، فأكد على أنه غير معترض على عودتها إلى سوريا وإحياء حفلاتها كالسابق، حيث قال إنه يحترمها ويحترم فنها رغم أنه يختلف معها سياسياً. باسم ياخور قال إنه منذ بداية الصراع في سوريا وهو يقف إلى جانب النظام السوري، ويعلن ذلك صراحة في الوقت الذي التزم فيه معظم فنانين سوريا بالحياد، لأنه يرى أن النظام يستحق دعمه. وحول قرب باسم ياخور من ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، فأكد أنه على علاقة قوية بالنظام السوري حاله كحال معظم الفنانين في سوريا. فبحسب ياخور فإن كل الممثلين لهم صلة مباشرة مع رموز الدولة الذين كانوا يدعمون الدراما السورية في ذلك الوقت. ياخور تحدث أيضا عن أزمته مع الممثلة السورية نسرين طافش، حيث أوضح أن الخلاف بينهما قديم وسببه أمور بسيطة من وجهة نظره تتعلق بالتأخير عن موعد تصوير وغيره من الأمور. وأشار ياخور إلى أن علاقته بنسرين طافش تشبه الديوك، فتارة تكون علاقتهم جيدة وأخرى يتخللها خلافات. وأوضح ياخور أن أكثر موقف أثر فيه وعلق في ذاكرته عندما أرسلت له نسرين طافش رسالة كان فيها شيء من اللطف والمحبة، وذلك عندما تدهورت حالته الصحية.